الموضوع ده ديبيتابل جدا، وبدأ فعلا الاونست اوف بيوبرتي بقى الايج بتاعه ينزل. لسه كنت بتكلم مع دكتورة عبير، ممكن كمان عشان الاستروجينز اللي بقت موجودة في كل حاجة الوقت، والكوزموتكس البنات بقوا يستخدموها في سن صغير قوي الوقت، قد يكون ده من ضمن الاسباب يعني. فاعتقد ان الفاميلي هيستوري اوف ذا ايج اوف اونست اوف بيوبرتي مهمة قوي ان انا اخده واحطه في اعتباري، صح؟ السلام عليكم، زي حضراتكم جميعا، اخباركم ايه؟ اول حاجه تمام، طبعا هقدمكم. اه يا فندم، اتشرف يا دكتور عبيد، اصل لقيت التايمنج اشتغل. 5 سنين بقى، طب ما تشغلش. ايوه. لا يا فندم، لا لا والله والله، لا ابدا لا لا، ابدا، ده احنا نتشرف يا دكتور عبيد. دي احنا هقدمها حضرة يعني، دكتور خالد الخشاب ودكتورة دينا قدر، 2 مدرسين قدمتوا زمايل. ده دكتور نتشرف يا عبير دكتور عبيد. حبيبتنا. السلام عليكم، ازاي حضراتكم جميعا؟ اول حاجه طبعا ببارك لدكتوره شيرين على المؤتمر، وبشكرها على الانفيتيشن ليا والدكتوره دينا، واتشرف طبعا بالتقديم بتاع استاذتي دكتوره عبير عاطف. احنا النهارده هنتكلم، يعني هنحاول ان احنا، يعني ايه، انا عارف الوقت متاخر، وهنحاول ان احنا نكستمايز البرزنتيشن بتاعتنا as good as we can. We are talking about thyroid replacement in cases of congenital hypothyroidism. To treat or not to treat. To treat in such in three cases. If we have free T4 below normal level, if we have TSH above 20, and if we have the TSH above 6 after the age of day 21, and that's it. هالي ايه؟ كفايه كده يرضيكوا دين كده؟ عليكم. يرضيكوا كده؟ هو ده بس الكلام؟ لا طبعا، احنا مع بعض. لا، 3 cases، 3 cases، either either either. الحقيقة ده مش كفاية، احنا في consensus guidelines developed year 2021 من الـ European Society of Pediatric Endocrinology بتتكلم عن الـ congenital hypothyroidism to treat or not to treat. الـ guidelines دي عايزة discuss كل الـ issues اللي around الـ CH، اللي هم ازاي نشخص، ازاي نعالج، ازاي نمونيتور الـ imaging، امتى نستوب treatment، everything about CH. يا ترى المشكلة دي common؟ Yes, actually it is very common. الـ primary congenital hypothyroidism accounts for حالة لكل 2000 أو 3000 بيبي، فهي very common. لكن الـ central is much far less common، يعني حالة في كل 16000. طب يا ترى كفاية الـ national screening program؟ الحقيقة إن هو هيدتكت كل الكيسز بتاعت الـ primary hypothyroidism اللي هي الـ most common، لكن actually لو في financial resources enough و available أقدر أعمل كمان الـ free T4 عشان أقدر أدتكت الـ minor amount of cases اللي هم عندهم central hypothyroidism. And let's start with case one. Ziad is a male baby who was born prematurely. He suffered from RDS, incubated and received surfactant. A neonatal screening was done at day 5 and with TSH 8. Is it enough to say that this baby does not have CH? We have what we call false negative results. In such cases like premature babies, low birth weight babies, and sick babies. And in such cases, we should perform another specimen 10 to 14 days of age to be considered. And also, if we have babies with Down syndrome, we should measure again the TSH at the end of neonatal period. Second case, Ali and Hassan are identical twins, were born by C-section near term. عملوا neonatal screening. الحقيقة علي كان عنده CH لكن حسن كان عنده normal TSH screening. علي بدأ treatment. طب حسن يعمل إيه؟ حسن محتاج حاجة تاني ولا مش محتاج حاجة تاني؟ لكن الجايدلاينز، الجايدلاينز بتقول لو احنا عندنا twins of the same sex واحد فيهم affected يبقى التاني should be screened another time for possibility of development of CH. عشان كده حسن هيحتاج further assessment. طب هو ايه البوسيبيليتيز اللي ممكن اعملها لما اعمل confirmatory tests بعد السكريننج اللي هو الثيرويد فانكشنز TSH و free T4؟
الحقيقة لو لقيت لو T4 أو TSH أعلى من 40 لازم أبدأ treatment. طب لو لقيت في الـ second week of life الـ TSH لسه أعلى من 20 سواء الـ T4 normal or low لازم برضو أبدأ treatment. What if بعد كده healthy neonates وبعد 21 يوم لسه الـ TSH أقل من 20 لكن لسه مرجعش للطبيعي؟ الحقيقة معظمنا بيبدأ treatment هنا، لكن هي في الجايدلاينز بتقول ان الحاجة دي debatable، الكيس دي debatable، ممكن أبدأ treatment وممكن أقف واستنى وعيد تاني assessment بعد أسبوع لأسبوعين وأقرر هبدأ treatment ولا لأ. What about the cases of central hypothyroidism اللي هو هنلاقي الـ 34 قليل والـ TSH قليل أو normal أو slightly elevated، ده برضو هنبدأ treatment على طول. Case 3, Hamza is a baby, is full term, neonatal thyroid screening was done at day 7 and it was too high. Should we perform imaging prior to treatment? And if yes, by which modality? We can perform isotopic scan, we can perform, if it's not available, the ultrasonography, and in such some cases, we can perform both knee x-ray to assess the severity of intrauterine hypothyroidism. But this will not delay the beginning of the treatment. Salim بقى is a full-term baby. عمل برضو للسكرينينج وكان فيه TSH 45. يا ترى أبدأ على دوز كام؟ برضو الجايدلاينز بتدسكس الحاجة دي. الجايدلاينز بتقول إن ليفوثيرو، وإحنا كمان بنعمل كده، ليفوثيروكسين should be started as soon as possible, not later than 2 weeks after birth, or immediately after ان انا اخد الconfirmatory testing. الدوز بتكون من 10 to 15 microgram per kilogram per day. طب مين ابدأ ب 10 ومين ابدأ ب 15؟ على حسب the degree of severity of hypothyroidism. يعني السيفير كيسز اللي هم فيهم الفري تي 4 قليل بالفعل او التوتال تي 4 قليل حتى مع الاليفيتد تي اس اتش، ببدأ على الهايست دوز اللي هي 10 to 15. لكن المايلد كيسز اللي هم البري تي 4 فيهم بيكون كويس اكتر من 10 معها elevated TSH، ساعتها ممكن ابدا على initial dose اقل اللي هو 10 microgram per day. With case 5, Alia is a full term baby, 6 weeks old, and she is already on replacement ultroxin therapy on a dose of 10 mic per kg, and she is well controlled with normal TSH and free T4. How frequent should I monitor her thyroid profile? We have such precautions when measurement of free T4 and TSH, they should be before or at least 4 hours after the last ultroxin administration. وده ساعات بنلاقي ان بعض الكيسز لما بيجوا تي اس اتش بتاعهم نورمال والفري تي 4 ساعات بيبقى عالي شويه، لما بنيجي ناخد هيستوري بنلاقيهم ان هم سحبوا العينه مثلا within 1 or 2 hours من الادمنستريشن بتاع الالتروكسين. Another precaution when evaluation of free T4 and TSH, it's according to age specific reference intervals and serum free T4 should be kept above the median mean value of the age specific reference. How about monitoring? Regarding monitoring, if we are starting on a high dose like 50 mic per day or even higher dose, we should perform the first follow-up within 1 to 2 weeks after starting of the treatment. Then every 2 weeks till completion and normalization of the TSH. Then once every 1 to 3 months until the age of 12 months. Later on, between the age of 1 to 3 years, frequency can be lower to every 2 to 4 months. And later on, every 3 to 6 months till the growth is completed. And what if TSH is suppressed and there are signs of overtreatment? We should decrease the dose. And we have some common condition. If we have normal TSH with a slightly high free T4, if this is present once, we can continue on the same treatment without lowering the dose. Our last
case محمد is a 3 years old male was diagnosed as primary CH مع النينيتال سكرينينج started treatment في عمر 12 يوم والسونار بتاعه كان مورينا جلاند ان سايتو بس ما كانش عامل راديو اكتيف ايزوتوبيك سكان باي اكزامينيشن هي هاز نورمال موتور اند منتال ديفلوبمنت نورمال واي افريج ويت اند هايت وهي از مينتيند على دوز قليله اللي هي 50 مايكروجرام ايكويفالنت ل 3 مايكروجرام بير كيلوجرام بير داي Mother came asking for stopping treatment. What is favoring to stop treatment? Actually, in the العيان ده ما كانش عامل radio isotopic scanning تقولنا ان فيه definitive CH والسونار بتاعه كان مبين gland in situ. وكمان حالة تانية غير الكيس ده لو حد كان diagnosed by isolated central hypothyroidism لان دي very very rare condition. العيان ده اعمل له ايه؟ ايه الستبس؟ اول حاجة هوقف treatment for 4 weeks وارجع اريأساس TSH مع الـ3T4 لو TSH عالي اكتر من 10 يبقى العيان ده عنده permanent CH ومحتاج يمشي على treatment for life لو TSH عالي لكن لسه ما وصلش العشرة هقدر اكمل من غير علاج 4 أسابيع كمان وبعدين ارجع اريأساس تاني طب لو كان الكيس بتاعتنا isolated central hypothyroidism زي ما اتفقنا دي very rare condition هحتاج اقف وري اساس الاذر pituitary hormones طيب لو احنا عندنا child عمره او baby infant عمره 6 شهور وعند 6 شهور التريتمنت دوز بتاعته محتاجها قليله جدا 3 مايكروجرام بير كيلوجرام الجايد لاينز بتقول ان احنا نقدر في الوقت ده نري ايفالويت مش زي ما احنا دايما متعودين نستنى لغايه عمر 3 سنين ممكن عند 6 شهور مش بس كده الجايد لاينز كمان بتقول ان انا اقدر ادي الالتروكسين للاطفال مع الاكل ده كمان فيبر لان انا دي مع ميل معين عشان الاهل دايما يكروها diagnosis in absence of any syndromic affection leads to normal neurodevelopmental outcome normal growth and puberty normal bone metabolic and cardiovascular health and thank you thank you شكرا لكم شكرا دكتورة خالد شكرا دكتور خالد ودكتورة دينا على الديبيت الجميل ودلوقتي ننتقل الى المقلتين في اسئلة ايوه اتفضل انت كتير عايز الديبيت اه حاضر